لماذا يعني بتقديرك النخب السياسية يعني لا تلقى بالا لما يجري من تداعيات اقتصادية نتيجة المأزق السياسي، وكأنما ما يجري في العراق ليس في العراق وإنما في بلد آخر، وكذلك يعني كأنما هم ليسوا من العراق؟ يعني هو حقيقة تفسيري، يعني تفسيري الشخصي لهذا الموضوع، يعني ربما ننطلق من مثال قديم. يعني هم عد ما يتم الضغط الشديد على الناس وترتفع معدلات الفقر وترتفع معدلات البطالة، يعني يعتقدون انه هؤلاء الشريحة الواسعة من الناس الفقراء هم جمهورهم الحقيقي، وبالتالي سيبقون متمسكين على امل ان يقدمون لهم الحلول. لانه لو الامور الاقتصادية كانت بشكل جيد وايجابي، انا يعني اعتقد ان النتائج ستكون مختلفة تماما، وربما هذه الطبقة السياسية لن نراها نتيجة الاستقرار الاقتصادي. فالكل يعمل على هذا الافشال الاقتصادي من اجل بقائهم بالسلطة. نعم.